بودكاست ونحن معك صريح. ومعكم كلكم رجعنا على الهواء. وين صرنا أنا؟ عنا ضيوف مميزين جدا اجوا من بيت الأحمر. دير الأحمر عفوا. أنا كتير شاطر بالأسامي والضيعة. لا من دير الأحمر، ولكن أثر فينا كتير أندرو. كنا عم نحكيه ورا الهواء، شو هالطفل، شو شاب عم 13 سنة، شو ذكي، شو عن جد شاب حلو، شاب حلو، هضامة، أخلاق. وست ديانا الفضل لإلك، أهلا وسهلا فيكم ديانا جعجع وأندرو جعجع. جيتوا من دير الأحمر خصوصي لعنا لأنه في طلب، وفي طلب يعني له سنين هيك بقلبك ولهلأ بعد ما عم يمشي الحال. نحن اليوم بدنا نمشي الحال أكيد، وبدنا نلاقي حل لأندرو. خبرينا مشكلته. أندرو عنده مشكلة بمعمل الدم، عنده اسمه أنيميا سيدروبلاستيك. تامن بالعالم حالي، هو حالي التامن بالعالم، هو التامن بالعالم، كتير نادرة جدا جدا، ما في بلبنان ما في غير أندرو. وهي الحالة، هاي الحالة بتتطلب تعليق دم كل 10 أو 15 يوم لأنه بينزل دمه للأربعة. وين المشكلة الأساسية عم تعاني منها حضرتك؟ بالمشكلة الأساسية أنه أنا يعني بدي حاكم أوكي، بس أنا عندي أدوية، عندي اللي هو العلاج اللي بيخليه يستمر بالحياة، يستمر، هيدا علاجه طريقة طبيعية، هي علاجه. نعم، تعليق دم مش كيوربل. نعم، تعليق دم كل 10 أو 15 يوم وأدوية مدى الحياة. نعم، هيدا علاج، يعني هيدا ما في علاج، ما في عملية، ما في ولا أيش. هلأ لا، ما في شيء. هلأ هو مرض مزمن لكينا بيتعايش معه أندرو. أندرو خبرني كيف عم تتعايش مع هالمرض، وشو يلي هيك يعني عم بيضايقك أكتر شيء؟ عايش حياتي عادة أنا مع هالمرض، ما عندي مشكلة فيه. علي شوي صوتك بليز. نعم، يعني وما بتضايق أنه من وقتها بس بشوف الأولاد عم بيلعبوا بكون أنا عم بلعب معهم وخلص توب وبوقع، يعني بطل فيني قوم أو بصير قلبي قدامي عم بخبط لأنه ما بيعود عندك قوة. ما هيك الأسيد يلي بجسمه ما بيعود لي عنده قوة، بصير يعني عطول تأثيركو تعبان. يعني أندرو إذا بينام، لأوضح لك شغلة، أندرو إذا بينام 7 عشية بيقوم تاني يوم الساعة 12 بيضل تعبان، بيقوم من النوم راكد كأنه راكد 40 كيلومتر. هو مضاعفات يعني، هو حتى هو نايم يعني كيف بالحال إذا قاعد يعني أو أكيد ماشي. بيقصد ضغطه كمان مع الدم، يعني عنده هبوط بالدم بيوصل دمه للأربعة. شو يعني أربعة؟ أربعة يعني كأنه أكثر. يعني إن شاء الله ما يعني ولا مرة يقصد أكتر على ممكن يعمل كوما. بس تعرف شو حلو بأندرو، مع كل اللي عم نحكي عنه والصعوبات اللي عم يمر فيها بيطلع الأول بالصف. يعني تصوري معك يعني قديه بيعاني أوقات لا يقدر يوفق بين راحته وذكاء وعقله اللي يمشي، عم بيطلع الأول بالصف. هيدي شغلة. شغلة تانية أندرو كان عم بيقول معلي إذا أنا مريض، كملها، كمل الجملة، قلت لي شيء علي شوي الميكرو، حط الميكرو بليز. معلي إذا مريض، بس إنه مش يعني مريض إنه هيك، المريض هو المريض بالعقل. واو واو، وعقلك بعده قوي كتير وفيك تعمل اللي بدك إياه، فيك تأثر بكل شيء. عادي يعني خلينا نحكي هلا عن الاساس، كيف فينا اليوم خلي المشاهدين عم يشاهدونا على الهواء فعلا يكون عندهم مساهمه كثير مهمه لاندرو ليضلوا يعيش بطريقه سالمه وامنه ويكمل مدرسته ويلعب مع اصحابه ويقوم بالامور الطبيعيه بعمره كشاب عمره 13 سنه، وعلى امل بالايام والاجيال القادمه انه يلاقوا علاج جذري لهذا الموضوع. بيكون نحن عملنا البارتي تبعنا، اعطيناه الدفع لا يستمر في هذه الحياة. أدي تكلفة الدواء اللي فرجيناه هلا على الهواء بالشهر؟ علبة 1,100,000. نعم. وأنا بجيب بعوز علبتين بالشهر. هل وزارة الصحة ما بتعرف على شيء مثلا رانيا؟ نحن بدنا نناشد، يعني هالأمور بتاخد كتير وقت عند الوزارة، ونحن بدنا نناشد الوزارة بأنه يكونوا عن جد يعني ما بقى يفوتوا بالأمور البيروقراطية كتير وينقوا مين الحالة اللي بيقدروا يعترفوا فيها أو لا. يعني هالحالات هاي حالة نادرة مثل حالة أندرو، مش مسموح دولتنا ما تتكفل بهالموضوع. يعني إذا الفساد وصل لدرجة أنه ما نحس بولد عمره 13 سنة بحياته بمستقبله، يعني أنا بقول على ما بقى في لزوم يكون في دولة من أساسه، لأنه كاريتاس بفتكر عم بتقوم بشغل الدولة اليوم، بشغل الوزارات المعنية، وزارة الشؤون، وزارة الصحة يلي كل يوم من ناديهم ويلي لا حياة لمن تنادي. مش مقبول يلي عم بيصير. إذا الدولة الجديدة بتكسب ثقة العالم تتفضل تفرجي على نية حسنة
تستعيد بعض الأموال المنهوبة كنت عم تقولي لقبل. إذا 1% يستعيد من الأموال المنهوبة في تحكم كل الناس على الطرقات اللي هن بلا ضمان بلا وزارة بلا بطاقة حتى ولا بطاقة صحية صحيح. أو اجتماعية وزارة الشؤون حتى ما عم تعمل دورة بس قبل ما هيك نعم. يعني نحن أكيد عم نناشد كل الناس وكل الناس بليز يعني يلي قادرين أنه يساعدوا اليوم تكلفة لكينا تقريبا 3 ملايين دواء بس دواء بالشهر وعنا بالقليلة مرتين أو 3 مرات بالشهر دخول مستشفى فرق ضمان طرقات بطلعوا بنزل انا على بس هلا رح ينتهي الضمان هيدا الشهر بالمبدا لانه هو الاشغال وقفت يعني بعده تركنا لانه تنحكم الصابه بس لانه هو اصلا ما بقى في شغل شغله محل ما كنا عم نشتغل وقف نعم شن هيك رح يبقى في بس اندرو شو حلمه بالحياه يصير شو حابب تكون حابب تركض حابب تركض أنا اليوم اليوم عنجد أول شيء أهلا وسهلا فيكم ببيت كاريتاس اللي فتح لنا بيته على مصراعيه وكل الفريق كان اليوم عم يشتغل معنا لتكونوا أنتم موجودين نوصل صوت أندرو أندرو بفتك صوتك وصل لكل بيت لكل لبناني بيحب يشوف خيو ابنه ابن عمه بأحلى حلة بدي أنا أقدم تحية للعالم اللي عم تسمعني ونساعدوني أو لا وبدي أقدم أكتر تحية للدكتورة مايش دياء لأنه كتير بحبها دكتورة مايش دياء دكتورة مايش دياء إن شاء الله تكوني عم تسمعينا وتساعدينا كمان شغلي علاقاتك لنساعد أندرو لازم أنشد كتير بحبها كتير وهي بتنحب كتير بحبها أندرو كتير بهيك ما بعرف أنا بدي أطلب من كل المشاهدين أكيد أرقامنا عم تمرق على الشاشة كل العناوين وكل الأرقام عم تمرق على الشاشة لحتى تقدروا تتبرعوا وتساعدوا كل الحالات اللي عم تمرق معنا اليوم وأندرو مين يتكفل بعلاجه أو وزارة الصحة أو الضمان أو أي جهة رسمية تقدر تتكفل بحالة أندرو يلي ما إلها علاج إلا هالدواء وإلا هالدم يلي عن جد رح يضطر يشحده من بواب المستشفيات بس بدي أقول لك شغلة حتى بدي أخبرك شغلة أنه عم لاقي صعوبة كتير تخيلي لوقت لأي درجة لجيب دم لابني هيدا المرة مبارح كل النهار للساعة 6 عشية والسبب بحاجة لدم شو في قدمه؟ أو بوزيتيف كل أي ما كنت أقدر حدا يأمن لي دم للساعة 6 عشية كمان لكن خير نطلب خير نطلب نداء حول هذا الموضوع حتى بالمستشفى ما في دم كل عم يسمعنا وقادر يقدم دم او بوزيتيف فيكم تتصلوا هذا الرقم نفس الموجود باسفل الشاشه كرمال كمان تتواصلوا مع العائله وتنسقوا من وقت لوقت مره بالشهر ممكن شخص او شخصين يعني يكون عطوا في تواصل نقدر كمان نقدم شيء لوجستيه يمكن الشخص ما معه مصاري هلا بهذه المساله ولكن في يقدم دم ويمكن اذا ويخلي اندرو مش بحيره اذا في لقى دم لا. يعني الاسترس من كل الجهات صراحة أنا عندي إيمان كتير كبير أنه التليفونات رح تتريش على مبدأ الـ MTV كرمال خلي أندرو هالبسمة على وجهه يلي قال المرض مش بالجسم نعم. مش بالعقل وإنما أو عقله سليم مش ضرور إذا كان جسمه تعبان شوي أندرو عطول بيقول إسا أنا كمان أندرو بيقول إنه هو كمان أحلى من غيره أنا بس بدي أقول إنه لأنه لما بيتأثر بيصير هيك غلط بالكلام معلش صعب جدا بدنا نشكركم نحن معكم ومن هلأ لآخر حلقة أكيد بيكون عنا أخبار حلوة لألكم رح منتابع مع الحالات عنا حالات كثيرة تفضل لعنا محمد معنا محمد ميرسي أندرو وأندرو عنده إنستغرام كمان إذا حدا بحب يتبعه شو الإنستغرام تبعك؟ على فيسبوك كمان أهلا محمد تفضل أندرو جعجع 07 أوكي ميرسي على كل شيء شكرا وأنا بعرف أنه كان كتير صعب عليك ست ديانا أنه تكوني عم تحكي بهالموضوع شكرا لكم وهيدا محمد خبرنا يا محمد الميكرو بدي اطلب شغله نعم يعني علي صوتك بدي اطلب شغله من اهل الخير يساعدوني من ايادي البيضاء يساعدوني لحتى ارجع طبيعي مثلكم اذا ساعدتوني برجع طبيعي فيني بس نفسر للعالم فيك معلش تمشي شوي صوب الكاميرا في مجال تبتبه سو مشيتوا لمحمد اللي عم تشوفوها هي منا انه هي شبه اعاقه لانه فيها صح هو خلق هيك بتشويهات من خلقته صح محمد؟ نعم صح أنا خلقت هيك وقال لي الحكيم إنه بينعمل لك عمليتين بترجع طبيعي
نعم. مثل كأي إنسان بتقدر تشتغل وتساعد أهلك. هيدي المشكلة الظاهرة، بس في مشكلة كمان مش مبينة هلأ من تيبو على يلي هي بقلب بطني. نبرج بطني ومعي فتحة بظهري كمان خلقة، وبيصل لنخاع الشوكي. نعم. ومعي جهاز براسي كمان، جهاز لحتى يفضل. انت اليوم شو اللي بيهمك أكتر شيء؟ أنا بس بدي شغلة وحدة، أنا بس يساعدوني لحتى أرجع بس طبيعي، ما بدي شيء من هالعالم. إيه بس أنت قلت لي أنت وصلت قبل مع أطباء أروح إيه؟ في عمليتين، في عمليتين بيخلوك تصير إنسان إيه؟ طبيعي بتكون. قلت لي حب كمان أنك تساعد إيه؟ أهلك، تساعد أهلي واشتغل. نعم. هون كيف أنا بس بدي أقول بعد شغلة، ألا اضطر محمد أنه يترك المدرسة؟ ليش؟ نعم. ليه اضطريت تترك المدرسة؟ اضطريت أترك المدرسة يعني واحد بيتمسخر علي، واحد تمشي يعني أو كيف أمشي، واحد بتمسخر علي ليك يا حرام هذا كيف بيمشي ليك، وأنا كتر إنه بنقهر قول يلا ما بيأثر بسامح ومسامح كريم. نعم. أنت ما تأثر، أنت كتير قوي محمد. هلا الأساس نركز على الهدف، الهدف إنه نلاقي أول شيء فريق الطبي اللي ممكن يأمن هذه العملية ونعفي المبلغ، ويمكن العملية بده يجريها خير. أنا بطلب من أهل الخير يساعدوني لحتى نعم. أرجع طبيعي. وأنا بدي أطلب كمان من كل يعني هيك نوع من توعية الآن كمان ضد التنمر، يعني مش مقبول بحالة طبية هالقد صعبة كمان الأولاد ما يكون عندهم هيك وعي، أو حتى الأساتذة والأهل أنه يعني ينبهوا من هالموضوع. نطلب رسالة مباشرة كمان، بيلعب دور كبير أو بتلعب دور كبير المدارس بنشر الوعي. والتلاميذ شفتوا محمد هلأ عم يبكي، يعني هالموضوع يعني زعجه أكتر. صح، الموضوع زعجه أكتر أنه بفلاش باك نعم. تبعه وعطوه عم يفكر بهالشيء. ليش عم تبكي محمد هلأ؟ حكي بشرفك. عم بحكي على هالوضع كيف بده يرجع لبنان، عم بحكي انه خرب لبنان. الله لا يسامحكم شو عملتوا فينا، بس انا ما بقولكم الله لا يسامحكم شو عملتوا فينا. لك اطفال عم تموت على الباب، على باب المستشفيات ما عم تقدروا تفوتوا. انا بنشد وزير الصحه، بنشد وزير الصحه انه دخول المستشفيات بدنا ضمان الشيخوخه. خلينا نطلب من وزير الصحة أيضا يتعمق في هذه المسألة، لأنه عنده هو تشويه وإعاقة منذ أنه الولادة. ونحكي شوي عن المستشفيات الحكومية، يعني أنه كمان تكون عم تتحمل هالمسؤولية. محمد ما بقى تبكي، إن شاء الله هالدموع بتتحول لدموع فرح، وهالعمليات اللي بتكلف فعلا يعني مبالغ ممكن تكون مبالغ مقبولة لدولة، هي مبالغ كتير كبيرة بالنسبة للفرد. صح. لحاله ما بقى تبكي محمد. يعني نحن منوعد الإنسان عم بيلاقي صعوبات ليجيبها. شو يعني عمليات مثل ما بظن حتكون كتير غالية، ولكن إيماننا أكبر وإيمانك أكبر كمان. هلأ عملنا هالحوار صغير، أنا أكيد أنكم حتعملوا فرق، بس اتصلوا اسألونا شو صار مع محمد، نحن حنلاحق الموضوع، نعرف من الأطباء قد ايه بتكلف العملية، إذا فيها تنعمل بلبنان أو خارج لبنان، بكون عندنا الصورة الكاملة. على كل حال معه كل التقارير ايه؟ محمد، ودائما نحن كل الحالات اللي بتكون موجودة معنا نكشف عليها اليوم. الكاريتاس كمان هن بيتكفلوا بأنه يكون في دراسة تامة لكل الملفات لحتى يكون يعني يتحول هالملف للجهات المناسبة. صح. ولكن منرجع للدونيشنز، منرجع للتبرعات اللي هي أساس كل الحالات، ونحن لهلأ الحمد لله أنا صرنا تقريبا غطينا كل الحالات. هلأ ما عرفنا شو صار بالجزء الثاني. الجزء الأول كان أخبار حلوة أنه في كتير ناس اتصلوا واهتموا بالموضوع، وقفوا حد خيهم، حد أختهم، حد ابن عمهم اللبناني اليوم اللي بحاجة، أمس الحاجة لهم. شكرا رانيا. أكيد. لا عن جد يعني خلينا ندنا بهالمومنتوم بهالروح الحلوة، يعني أنا نخلص هالبرنامج الخاص اللي عمل اليوم مع كاريتاس يكون ناجح بالنتائج، ونغير شوي صغيرة بحياتهم لو كان شيء ربما البعض. شكرا لك محمد، نحن منوعدك أنه اليوم إن شاء الله رح بيكون في، ولأنه هيك بعض الحلول لمشكلتك، وأكيد ممنوع البولينج وممنوع التنمر، دموعك غالية وأنت بتجنن وبتطير العقل. أكيد. بالقلب وبالشكل وبكل أنا شيء. أنا فكرة. نعم. بدي لك شغلة، أنا درست تزيين شوكولاو ومعي شهادة كمان وكحشوني كمان. فوق هيك كحشوني. ليش كحشو؟ كحشوني أنه الوضع بينحمل. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. انت لازم تتعلم هلا كمان، مش بس انا حابب اتعلم. تفضلوا. العلم من دم يعني بتبني مستقبل. أكيد. اذا ما تعلمتي ما فيك تبني مستقبل حبيبي. من وين؟
انا بتشكر الام تي في، بتشكركم كثير كثير، ما احلى لانه انتم عم تقفوا حد العالم، ما عم تخلوا ولا يعني الواحد بدي اتشكركم من قلبه يعني والله محل الدوله، ولكن بتشكر وتكون عندنا فرصه. انا بشكر رئيس اداره مجلس ام تي في، الام تي في لانه ما بيرفض ولا طلب على فكره. إيه؟ يعني دائما باب الام تي في وشاشه الام تي في وهوا الام تي في مفتوح لك كل الحاجات ولكل الطلبات. وبتشكر شو اسمه رئيس حرس المدينه ابو محمود شوك اللي كمان متابع لنا عليه هلا، قال له اشتقنا له بطرابلس. شكرا لك محمد. تفضل استاذ، عندنا حاله بعد كمان ماساويه، وللاسف على المستشفيات الحكوميه ابدا ما عم بتقوم بدورها. نحن رح نحكي ومنسمي. اهلا وسهلا فيك، يا هلا. الاسم الكريم لو سمحت. احمد خالد الحسن من طرابلس. من طرابلس، تفضل. نحن عندنا ب 7/11 خلق عندنا طفل بمستشفى الحكومي بطرابلس. نعم. وعملنا له عمليتين تشوه خلقي. اول عمليه طلبوا الدكاتره منا انه نعمل له عمليه بهيدي المستشفى، مستشفى الحكومي بطرابلس. فعملنا له اياها لهيدي العمليه، بعد شي 20 يوم تقريبا 25 يوم بيقولوا لنا انه هيدي العمليه ما نجحت. اوكي كيف يا حكيم ما نجحت؟ طيب شو بنعمل يعني؟ قال طولوا بالكم خمس ست ايام. هو حفيدك صح؟ طبعا. طولوا بالكم خمس ست ايام بنرجع بنطلب طبيب من بيروت يجي يعمل له عمليه ثانيه بمستشفى الحكومي. ونحن هيدا الحكيم ما بيجي على المستشفى الحكومي، بس نحن بدنا نجيبه انه يعملها، لانه انتم حالتكم الماديه كثير تعيسه، ما في لا ضمان لا في تامين، ما في وزاره، ما في، والامور مثل ما انكم شايفينها. فقلنا لهم اوكي، طولنا بالنا خمس ايام، صار عمره الطفل هون بهاللحظات هيدي 31 يوم. رجعوا عادوا له العمليه 80 يوم 31 يوم. اوكي شهر. هلا اول عمليه هيدي. اوكي تاني عملية بشروا فيها يعني بعد 3-4 أيام، صار 35 يوم عمره الطفل، كمان الدكتور إيدي صليبة هو اللي عمل له إياها. نعم. كمان ما نجحت هيدا العملية. بعد 20 يوم ببلغونا أنه كمان رجعت المبولة تبعيته بالتشوه الخلقي تبعه وطلعت لبرا، رجعت كمان ما نجحت. شفنا الصورة صراحة، الصورة بس شوية يعني صعب أنه نقدر نعرضها. طبعا حضرتك هلأ شفتي صورة، بس شوفيها على الأرض الواقع، يعني شوفي هذا الطفل بعده لحديت الآن، هلا صار عمره 85 يوم بالمستشفى الحكومي لحديت الان. شو عطوا الخيارات هلا المستشفى الحكومي؟ هلا اعطونا خيارات انه انتم روحوا شوفوا طبيب، المفروض هني كمستشفى حكومي يناجدوا هني وزير الصحه وهني يشوفوا طبيب يامنوا لنا طبيب ونحن ناخذه عليه ونعمل له عمليه. انتم سالتوا غير طبيب؟ نحن رحنا، انا متكفل بهذا الموضوع من خلقته لحديت الان، الملف تبعه معي، وصلت انا واحد الاشخاص زي ابطالكم، يعني انتم الام تي في بتنحطوا على الراس دائما، بنسمع عنكم صاحبين ايادي بيضاء وبتخدموا الناس وكتر خيركم، نحن هذا الدوله لازم تخدمنا فيه. فانا بركض بروح بشوف الدكتور جو نهره، بيقول لي ابعث لي التقارير والصور تبعيت هالطفل على التليفون تشوفه، بيفتح التليفون بيقول هيدا نزعوه، هيدا يعني فوق ما عنده تشوه خلقي، يعني صار عنده قطعوا له الشرايين من تحت. المهم الدكتور جو نهرة يعني اول شيء بدنا نوجه له تحيه لانه شخص اللهوي وشخص عنده ضمير، انا بتمنى انه يكون يسمعني وانا بوجه له تحيه، وشخص كمان بكل يعني هالكفاءه اللي عنده اياها والشطاره دائما بيعطي امل، واكيد بيرجع بيعطينا كل الحلول المناسبه لهالطفل. نعم. عطى حل طبعا دكتور طبعا نهرة. عطانا حل، وقال هذا الدكتور جو نهرة أنه بقيادة الدكتورة ريفا متى هي صديقته. أدي تكلفة العملية؟ $10,000. $10,000 وبتزبط 100%؟ بتزبط 100%. بيرجع طبيعي؟ بيرجع طبيعي وبيرجع مثله مثل هالناس، يعني كل الناس حضنت أطفالها وحطتهم على حضنها. أوكي يعني نفهم شغلة، نشوف وين صرنا. في طفل له 85 نهار عمليتين فشلت، وحتى كمان عمليات اثرت عليه صحيا، صح؟ صحيح، هن خربوه يعني. هن خربوه بمعنى خربوه. في حكيم عطى امل انه العمليه يلي صحيح ممكن تخليه يرجع الى طبيعته $10,000. صحيح. شكرا لك. اكيد نحن اليوم كل الناس عم تحضرنا، واليوم الاحد بعد الظهر، وكل الناس مدعوين انه يتصلوا يعطونا اي حال، يتكفلوا باي حاله، يمكن مش بس بالماده ولكن بوجود طبيب عم يقدر يعمل العمليه بمستشفى عم تقدر تتكفل او اي شيء ثاني. يعطيكم الف عافيه. انا شكرا لك. رح تنتقل رح نعم مختلفة. انت عمليه شو هلا عندك؟ هلا مهمه يعني رح نروح على بيتين. نعم. طبعا
إذا حبوا المشاهدين واللبنانيين أنه يساعدونا أيضاً عيال بحاجة أنه نرمم لها منزلها، لأنه ما في كمان أبسط الأمور الحياتية بقلب بيوتهم، لذلك هيدي هي مهمتنا حالياً. تفضل ألا، رح نشوفك بعد شوي بعملية الترميم. شكراً لكم، رح منتابع نحن بعد ثواني. أحلى شي بالإنسانية أنها بتعطيك الحرية، ما بتسألك ليش وكيف ومين عم بتساعد، بس بترد عليك بأجمل إحساس لما تكتشف قدي قادر تعطي الناس، وتشوف البصمة اللي تركتها والبسمة اللي زرعتها أو الشخص وقفت حده ليحل مشكلته. بدنا نحب نشارك نسهر ونتطوع تنحقق حلم، لأنه لفتة صغيرة بتعطينا أمل كبير. الخدمة رسالتنا، نخوة بقلوبنا وقوة التغيير بإيدينا. يمكن ما حدا بيقدر يساعد الكل، بس كلنا نقدر نساعد حدا. ورا سعادتنا سر إنه نساعد. حملة المشاركة من كاريتاس، مساعدة سعادة، عيشة معنا. متابعين حلقتنا ومتابعين بأنه نتعرف على كاريتاس، ومن خلال هالنهار قدرنا نشوف قدي كاريتاس عم بتقوم بمجهود كتير كبير لحتى تكفي كل شرائح المجتمع، كل مشاكل المجتمع، بي يعني مثل ما بيقولوا من عزية الروح. ما هيك لينا، أهلا وسهلا فيك لينا كرم حداد، منسقة قسم التعليم المتخصص بكاريتاس لبنان. أهلا فيك، ومرافقتك جيسيكا الأشقر، مربية متخصصة بمركز أفغان لذوي الاحتياجات الخاصة، والياس إبراهيم شيخ الشباب. أهلا وسهلا فيك. بونجور الياس، وينو الميكرو؟ بونجورين. كيفك اليوم؟ شو ليه جاي لعنا اليوم تزورنا؟ احنا كثير مبسوطين فيك. انت تهيئ الأهل. نعم، هاي الأهل وكل سمعين اللي محضرونا، كثير كثير بحبون كثير. ولك يا أهلا فيك، وتحية نحن كمان نوجهها للأهل. لينا خبرينا شوي عن هالقسم هيدا، لمين وقدي عندكم حالات؟ بكاريتاس بنهتم بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. هيدا القسم بكاريتاس هلو من سنة 2005. عنا أربع مراكز نحن بنسميهم مراكز إنسانية، بنهتم بهالولاد، هن عائلتنا الثانية صراحة. منجرب قد ما فينا نعرف المجتمع عليهم تا يتقبلون تا حتى يعرفون. كرمال هيك المراكز الموجودة بمركز فغال يلي جاي منه الياس، بجبال عنا مركز، بزحلة عنا مركز، بنيترا بيت شباب، وبجزين تقريبا عنا 400 ولد بنهتم فيهم. في عنا من اللي بيعانوا من الصعوبات التعلمية والأشخاص التانيين، في عنا تأخر عقلي، وفي عنا التريزومي. نحن ما منعتبرهم أشخاص مختلفين عنا، نحن منعتبرهم أشخاص قدراتهم مختلفة، بيعبروا بيقدروا يعطوا بغير طريقة عنا نحن، وحبهم أكتر، وحبهم كتير أكبر وكتير صادق. وهيك قد ما يعني فينا منجرب. أول ما فات لعنا الياس كلنا بلشنا نضحك، وهلأ مع هالبسمة الحلوة عم بيعطينا أمل إنه حلقتنا رح بتكون حلقة كتير ناجحة، ورح نقدر نساعد من خلال كاريتاس وشاشة الام تي في أكتر ما فينا ناس بتحبها. لجيسيكا كتير أكتر معلمة بتحبها؟ إيه. والباقيين؟ كتير كتير كمان بتحبون؟ إيه. طب مين كتير ومين كتير كتير؟ جيسيكا. جيسيكا أهلا وسهلا فيك. كيف التعامل أول شيء هيك مع هالولاد؟ يعني قد إيه عن جد بيعطوا فرح؟ التعامل معهم كتير حلو، يعني عندهم طيبة قلب، بيبقى عن جد كتير أحلى. يعني تخيلي كل يوم عم تسمع هالحكي جيسيكا بتكفي. مزبوط. بحبك وبحبك وبحبك، نحن بنتمنى نسمع هيك شيء كل يوم للحقيقة. أكيد. نعم. شو حالة الياس أول شيء، وشو عندك هيك حالات يعني هيك صعبة كمان شوي بالمركز؟ أنا نحن عنا بمركز كاريتاس فغال منتبع الولاد يلي عندهم تأخر ذهني متوسط خفيف وشديد. الياس هو تريزومي وفي تأخر كمان بصفي أنا هيك كمان كله. نحن عنا بالمركز منستقبل الولاد يلي من عمر أربع سنين
لا أكثر، بينقسم قسمين، عنا من الأربعة للخمستاشر سنة هن قسم الصغار بيتبعوا في برنامج تأهيلي أكاديمي أكيد، ومن الخمستاش من الخمستاش وطلوع لأي عمر يعني؟ 18؟ حسب سادبان أنه لتيصيروا بالآخر قادرين يندمجوا بالمجتمع وبسوق العمل. القسم الثاني هو بيبقى مشاغل، بقلب هيدي المشاغل بيتبعوا برنامج تأهيلي مهني من بعدين يصيروا قادرين ينخرطوا بسوق العمل ويندمجوا كمان. وانت يا مهضوم قدي عمرك؟ 13 واو صرت شاب يعني هلأ، ما هيك؟ شو أحلى شيء بتحب بالمدرسة؟ شو أحلى مادة؟ أحلى شيء بحب أغني. تغني؟ طب غني لنا غني. شو بدك؟ أنت شو بدك تغني؟ بحفظك. شو؟ يلا بس قرب الميكرو كتير كتير وغني لنا على صوت عالي. عزوي ما بعرف. جيسيكا نقي لنا شي غنية بغنية. يلا يلا أن دو بغني معي؟ تروى بغني معك إيه بس بلش أنت ما تعرف شو بغني. يا أمارة لا تطلعي على شجر والشجر عالي ما تعلقيت ما تمشي عافي وصلنا جديد ما تقومي تشرحه إلك يا حبيبي إلك يا أمارة. ولك برافو 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 يا أمر أنت ما في أحلى منك اليس لينا. يعني مع 400 طالب بدهم يعني بدهم موارد بشرية بدهم كمان يمكن equipments أوقات بحاجة لهم أساتذة متخصصين، عم بيكون في صعوبة بالتطوع بالعاملين عندكم؟ نحن فريق العمل مؤلف من 100 شخص بيهتموا بالولاد، أكيد هدول الأشخاص كلهم مختصين. تطوع معنا إجمالاً نحن يعني غير أكيد الشبيبة يلي بيدعمونا دايماً بكل النشاطات، نحن عنا موظفين بكاريتاس مثل ما قلت لك هن 100 شخص من أورتوفونيست بسيكوموتريسيان بسيكولوج إدوكاتور سبيسياليزي وأكيد عنا الأسيستانت سوسيال، لأنه نحن ما بنكتفي بمرافقة الولد بس عنا بالسانتر هيومانيتير، نحن بنعمل سوشيال وفاميليال فولو أب، يعني بنروح على العيال بنشوف هن بشو بحاجة ونحن قد ما فينا بنكون سبور لعائلة الولد يلي موجود عنا بكاريتاس. مش عم بخليني ركز طيب ها مش عم تخليني ركز قاعد عم تضحكني كل الوقت. المبادئ الأساسية اللي احنا بنشتغل عليها وأهدافنا هي انه يكون الولد مستقل، يقدر يكون هو كمان يحس حاله انه هو مواطن مزبوط، هو عنده اكيد من قبلنا كتير اهتمام، يعني هو كتير عنده حقوق بس كمان هو عليه واجبات مثله مثل حيال لحدا تاني، هذا الشيء كتير بنجرب نشتغل عليه لانه وقتها بيكبر مش دايما نحن رح نكون حده، بنجرب قد ما فينا نأمن لهم مشاغل محمية بكاريتاس، في عنا عدة مشاغل اكيد شايفينهم هون، يعني الديكوراسيون دو تاب الشمع الشوكولا السيراميك هدول كلهم شغل الاولاد، بنجرب قد ما فينا والأهم إنه نوعي المجتمع المحيط فينا على أهمية وجود هالولاد انخراطهم بالمجتمع، حتى المدارس اللي هي موجودة بمحيطنا نحن مندع كتير الولاد يجوا لعنا تيشوفوا هالولاد التانيين الموجودين بمطرح تاني إنه هن مثلهم وإخواتهم موجودين، نحن إذا تلاقينا فيهم ما لازم نستغرب لأنه هن كمان بيعطوا قوة وبيعطوا فرح. نعم. شو اختصاصك جيسيكا؟ أنا عاملة أورتوبيداغوجيا. أورتوبيداغوجيا، اليوم شو حاجات المدارس المتخصصة أكثر؟ يعني أي اختصاصات عم بتحسوا عن جد ناقصة عندكم؟ يعني اليوم هيك الشباب والصبايا عم يحضرونا ويمكن بتساعد بالتوجيه للاختصاص كمان. مزبوط، مثل ما قالت مدام لينا نحن بالمركز عنا فريق عمل كبير، يعني في البسيكولوج بسيكوموتريسيان أورتوفونيست الأسيستانت سوسيال والمربين عنا، يعني الإدوكاتريس هن كلهم سبيسياليزي كرمال نشتغل عندكم حاجات معينة لوظائف معينة؟ عندنا حاجة لحال لشخص بحب يتطوع، ما احنا بعائلة كاريتاس نحن أكيد راني نستقبل حال لحدا، بس نحن كتير نصر على فكرة الفورماسيون دايمة للأشخاص الموجودين معنا، مش يعني نحن بيجي لعنا حدا وما بقى وخلص بكفي شغل، لا نحن عندنا فترات معينة يعني بين شهر وشهرين نعمل فورماسيون للأشخاص، كل مرة قبل ما تبلش السنة الدراسية بنكون نحن عم نطلع على كل شيء مستجدات خاصة بالأهول الأشخاص، نحن كنا عن جد عم نقدم لهم حيالله دعم لهم ولعيالهم
وحتى فريق العمل المفروض نحن نكون عم نشتغل على الويل بينج تبعوله يكون هو كمان مرتاح لحتى لانه من اصعب الحالات يعني. لانه شغلهم كثير صعب وكثير بده ضمير ومحبه. لنا كرم حداد جيسيكا الاشقر يعطيكم الف عافيه. نحن رح نتابع تقرير ورح اطقشها انا والاستاذ الياس. ايوه ونروح على تقرير عن المدرسه المتخصصه. تسعى كاريتاس بشكل مستمر لتطوير عملها الاجتماعي حتى توصل لأكبر شريحة من الأشخاص اللي ممكن يستفيدوا من خدماتها الإنسانية. وبإطار التعليم تتكثف جهود كاريتاس لمتابعة الأطفال اللي عندهم احتياجات خاصة وتأخروا بدراستهم أو بيعانوا من صعوبات تعلمية أو سمعية أو مصابين بتثلث صبغي المعروف بالتريزومي. 2005 شهدت على مبادرة كاريتاس الأولى لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأسس لهذه الغاية مركزين، مركز البطريرك صفير بزحلة ومركز بدير مارسيسين بمنطقة فغال شبال. من بعدها تم تأسيس غيرها من المراكز الإنسانية مثل مركز هوب ببيت شباب عام 2013، ومؤخراً بيت جورجيت وحنا رومانوس بجزين عام 2017. الهدف من البرنامج هو مساعدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة تأهيلية وأساليب تربوية حديثة بتناسب عمرهم الحقيقي والعقلي حتى يربى عندهم نوع من الاستقلالية ويقدروا يبنوا ويحسنوا علاقاتهم مع المحيط. بيضم فريق عمل البرنامج حوالي 100 متخصص بيرافقوا الأطفال بشكل دوري ومكثف من مختلف المجالات مثل علم النفس، النطق، التعليم المتخصص أو المعالجة من خلال الفنون مثل الموسيقى والمسرح والرسم وغيرها. هذا التنوع بالخبرات بيغني خدماتنا وبيساعدنا نحافظ على أداء متكامل بيضمن تحقيق غايتنا من المبادرة. أما الأطفال فوق ال 15 سنة استحدثت لهم كاريتاس مشاغل ودورات تدريبية مثل مشغل الحلويات يلي بيعلمهم يستخدموا الأدوات بشكل صحيح ويحضروا وصفات مختلفة، مشغل السيراميك يلي بيفتح له المجال يبدعوا ويبتكروا، مشغل الحرفيات يلي بيعلمهم فنون الموزاييك والرسم على الإزاز أو الشغل بالشمع، مشغل العناية بالبشرة والمكياج، مشغل الزراعة وغيرها من المشاغل التدريبية يلي بتضمن حق الأطفال بالعيش الكريم وبتأمن لهم فرص عمل لاندماج اجتماعي أفضل. كاريتاس مستمرة بمبادراتها الإنسانية والتربوية إيماناً منها أنه بالمحبة والمساعدة كل إنسان قادر يكون رغم ظروفه شخص فعال بيرد هالمحبة والخدمة على مجتمعه. وهيك تتجسد رسالة كاريتاس يلي بتوقف حد كل شخص ليتخطى حواجزه ويشارك الإنسانية يلي فيه ويعرف أنه لما يدعم غيره بيكون عم بيساعد حاله كمان. مايا حنا صقر موجودة معنا. مايا كمان من الحالات اللي بحاجة لمساعدة، خبرينا شوي عن حالتك. أنا عندي مشكلة بعيوني، بدي زرع قرنيتين للعين اليمين والشمال. نعم. وقال لي الحكيم لازم إنه ما في غير حل، بدي زرع. نعم. مش قادرين تتكفلوا؟ لا. منكم مضمونين؟ في ضمان بس ما في معي مصاري حق القرنيات، والضمان ما بيغطي انه حق العمليه بالوقت لهيدا، بضل بدي ادفع فرقيه. نعم. اذا ما عملت العمليه شو بيصير؟ انا واصله لحاله انه العمى. اوف، قد ايه عطينك وقت؟ انه هو في 6 شهور قال لي الحكيم هيدي العين خيالات بشوف فيها، والثاني فيها 20%. عندك اولاد؟ ايه. اعطينا شوي هيك الحاله الاجتماعيه، زوجك شو بيشتغل؟ اولادك قد ايه عمرهم؟ سكيورتي جوزي بيشتغل، واولادي بنتي عمرها 13 وابني 6 سنين. نعم، بالمدرسه بعدهم؟ بالمدرسه. وضعنا بتعرفي انه، وانت اكيد بطبيعه الحال مش قادره تشتغلي لانه ما عم تقدري تقشعي. مزبوط. صح. نعم. وضعنا مش منيح يعني ماديا وهيك. نعم. واجار بيت، وبيتنا بنش مي وعندنا الوضع يعني. وين ساكنين؟ ببرج حمود. ومعيشه جوزي منه كثير يعني $500.
بتكون أكل وشرب وأجار بيت وكل شيء بخمس مئة دولار ومدرسة ومش قادرة أدفع للمدرسة وعندنا كتير يعني مش ديون وهيك. أنا بدي أكيد ذكر كل المشاهدين بأنه أرقامنا عم تمرق على الشاشة لكل الأشخاص اللي بحبوا أنه يتصلوا ويساعدوا. بدي أشكر كل الأشخاص اللي عم يتصلوا فينا، وبدي عن جد يعني أشكر كل الجهات الرسمية حتى يلي عم تحضرنا اليوم ويلي عم بتجرب تساعد قد ما فيها. واتصل فينا من شوي دكتور جوزيف حلو رئيس طبابة بوزارة الصحة، أندرو جعجع، ما بعرف إذا بعده معنا أندرو ماجد، أندرو جعجع بيعترف بالدواء تبعه، بتعترف وزارة الصحة، ومن بعد ما يخلص الضمان الاجتماعي رح تتكفل وزارة الصحة بأنه تكمل علاجه لأندرو مع دخوله للمستشفى مع التبرع بالدم. أيضا رح بتكون هي كفيلة عن هالموضوع. أيضا عم بيجينا كتير اتصالات بالتبرع بالدم لأندرو فئة أو بوزيتيف، أكيد عم بيسجلوا أساميهم، ولما بيكون في حاجة بيكون في اتصال فيهم لا حتى ما يعوز أندرو ولا نقطة دم بكل حياته، يقدر يكبر وينمى بشكل طبيعي جدا. شكرا لكل الأشخاص يلي عم يتصلوا فعلا، وبدي أشكرك مايا، أكيد نحن رح نتابع وخلال النهار إن شاء الله بيكون عنا حل لإلك مايا حنا صقر. شكرا لإلك. أحلى شي بالإنسانية أنها بتعطيك الحرية، ما بتسألك ليش وكيف ومين عم بتساعد، بس بترد عليك بأجمل إحساس لما تكتشف قدي قادر تعطي الناس، وتشوف البصمة اللي تركتها والبسمة اللي زرعتها أو الشخص وقفت حده ليحل مشكلته. بدنا نحب نشارك نسهر ونتطوع تنحقق حلم، لأنه لفتة صغيرة بتعطينا أمل كبير. الخدمة رسالتنا، النخوة بقلوبنا وقوة التغيير بإيدينا. يمكن ما حدا بيقدر يساعد الكل، بس كلنا منقدر نساعد حدا. ورا سعادتنا سر إنه نساعد. حملة المشاركة من كاريتاس، مساعدة سعادة، عيشة معنا. برينو عطية مدير قسم البرامج والعمليات بكاريتاس لبنان، أهلا وسهلا فيك. والأستاذ ميشيل رحمة رئيس بلدية عينات الأرز، أهلا فيكم. من الأرز جاية، كيف تلجيت؟ حلوين. الموسم يعني بأوجه حاليا، إن شاء الله بيكون هيك هالتلج يعطي خير وبركة على كل لبنان. برينو، قسم البرامج والعمليات بكاريتاس هو كل المشاريع يلي بتنعمل لحتى تكونوا عم تقدروا تقوموا بمصاريفكم وتجمعوا التبرعات قدر المستطاع تتكفوا كل الأقسام يلي عندكم إياها. أعطينا شوي هيك فكرة عن المشاريع اللي بتصير وعن خطط العمل خلال السنة. كاريتاس عندها برامج متعددة بست قطاعات، الصحة والتربية، وهلأ خاصة آخر فترة عم نركز على قسم التنمية بالمناطق الريفية والمناطق البعيدة عن المدن يلي بيكون اقتصادها إجمالاً صعب وبيكون بحاجة هي لمساندة من الجهات المانحة. فآخر فترة ركزنا على هالمناطق، وبقدر بعطي بعض الأمثلة عن هالنشاطات اللي عم نقوم فيها بالمناطق الريفية. مثل بدير الأحمر مثلاً عنا مصنع أجرو فود بروسيسينج سنتر لصناعة التغذية، وهو عبارة عن مصنع مجهز بأحدث المكانات يلي من خلالها أهل المنطقة بيقدروا يستفيدوا ويجوا، بنخلق فرص عمل وبيقدروا ينجوا كمان المون اللبنانية التقليدية يلي منسوقها بالسوبر ماركت بلبنان، بجميع السوبر ماركت. ونحن حبينا اليوم نقدم لكم تشكيلة صغيرة من هالمنتوجات يلي منصنعها بهالمركز بدير الأحمر. مثل شو؟ خلينا هيك عنا يعني في مربيات، في زعتر، في خل، كبيس، وفي حتى اشياء جديده، مورد ومزهر اذا مش غلطانه، كبيس، زيتون، يعني كله موجود بها السله، ما بعرف اذا بنقدر نشوفها على الهواء. كله منتجات بلديه. صح 100%. تعاونتوا معهم بعينات الارز؟ نحن قصتنا مع كاريتاس كثير حلوه بالفعل. على الصعيد الانمائي نحن كبلديه عيناتها وكمنطقه الدار الاحمر،
أول شيء منطقة نحن زراعية بامتياز، يعني منبلش من السهل، سهل دير الأحمر يلي في زراعة الموسمية خضار وهيك، لنوصل للمناطق العالية منهم عينيتا يلي بتتميز بزراعة الأشجار المثمرة، التفاح خاصة والكرز. المزارع عنا مثل المزارع بكل لبنان، يعني لوحده صار الحملة تقيل كتير كبير تقيل عليه، مشان هيك المزارع بحاجة لحدا يوقف حده. هون دور كاريتاس يلي مع البلديات، وخاصة يعني نحن كبلدية عينيتا قدرنا عملنا مشروع نفتخر فيه بالضيعة، يلي هو مبنى لتخزين وتبريد الفواكه، يعني التفاح وغيره. وقد فتح معناتها سوق عمل لكام شخص قدرت؟ أول شيء حل مشكلة كتير أساسية، اللي هي صار المزارع بطل كتير متأيد ببيع المنتج بأرخص الأسعار وبوقتها، يعني بموسم وبس، صار قادر يخزن إنتاجه، صار قادر يعني يعطي قيمته للمنتج، وهذا اللي عم نشتغل عليه نحن. بقى مشروع نحن بالفعل يعني هلأ عم نقطف ثمرة التعب يلي رافقوا ليصير عنا هيك مشروع، طبعا من خلال برنامج بلدي. هالمشروع يعني عفوا هالمشروع برونو يعني عنده عدة أهداف، يعني مثل ما عم نشوف هيك جمعتوا كذا هدف بمشروع واحد، بين التوظيف، بين تصريف المنتوجات، وبين يعني عم تقدروا تقوموا بمصروفكم كمان. يعني كيف خلقت هالفكرة؟ هو مشروع بلدي، مشروع تأسس من 7 سنين، بلش بالشراكة مع اليو اس ايد الوكيل الأمريكية للتنمية الدولية، يلي من خلاله كان عم نقوم بمشاريع إنمائية بكل المناطق اللبنانية. ككاريتاس نحن أحد الشركاء المنفذين لهالمشروع، نفذنا 23 مشروع ب 13 قضاء، والحد الأقصى لكل مشروع كان تقريباً 250,000 دولار. كان هدفه أنه نشتغل مع البلدية، من خلال البلدية والمجتمع المحلي والمنظمات الأهلية بهالمنطقة المعينة، نخلق شراكات بيناتهم كلهم، نعمل مسح للحاجات بهالمنطقة، وعلى أساسها نطرح مشاريع إنمائية تخلق فرص عمل وتقوي شركات بين المجتمع، شركات بردون. وعملنا مشاريع بعدة مجالات، يعني وبأي ضيع أكثر اشتغلتوا أو بأي بلد مع أي بلديات أكثر؟ من شمال لجنوب، يعني الدير الأحمر عينيتا، الأرز، للرماش، لبعلول، بعبدة، كحالة، خنشارة، بكل بكل المناطق اللبنانية. بس برينو يعني هيدا منو المشروع الوحيد، يعني مشاريعكم كتار، واليوم نحن نزلنا على المطبخ بيوفيد، يعني كتير في أمور هيك. أعطينا لمحة سريعة عن هالمشاريع قبل ما نشوف فيديو يوفيد كمان. صح، يعني مشاريع متعددة مثل ما قلت لك. نحن عملنا مشاريع كتير مهمة، مثل مشاريع توليد الطاقة، توليد الكهرباء على الطاقة الشمسية بأربع ضياع، مناطق بعيدة عن المدن يلي كان بحاجة للكهرباء. خلقنا مشاريع ثقافية، اجتماعية، بيئية، سياحية، يعني عم نجرب ننمي المناطق، خاصة المناطق البعيدة، ونخلق فرص عمل للناس، خاصة بالظروف الصعبة اللي عم يمرق فيها البلد. خلينا ننتقل ونشوف هيك بالتفاصيل أكثر كيف خلق مطبخ يوفيد وكيف بيشتغل بهالفيديو.
لكن شفنا نحن بمطبخكم قد ايه كمان يعني بتركزوا على انه يكون في سلامه غذاء وتكون المنتوجات كلها طازه، منشان هيك كمان بالبلديات وبتضيع تحديدا عم بيكون في شغل على هالموضوع، عم تجربوا تساعدوا قد ما فيكم مزارعين ما هيك؟ صحيح. انا كنت بدي اذكر كمان بالاضافه للمركز التبريد والتخزين، نحن صار في مساعده او تعاون مع كاريتاس لنبلش ننشئ مركز للخدمات الزراعيه على صعيد اتحاد بلديه الدار الاحمر، وقدموا لنا مش من زمان طبعا كمان بدعم من يو اس ايد معدات زراعيه المزارع كثير بحاجه لها لحتى يطور انتاجه ويخفض من كلفته. اليوم معادله مع المزارع لحتى يستفيد ينزل الكلفه ويقوي الانتاج، وكمان بعينات الارز يعني مش هول هن المشاريع، مشاريع انمائيه يعني لا تحصى ولا تعد على هالمنطقه الرائعه من مناطق لبنان، يعني ارزه لبنان فوق هيدا بكفي ما هيك؟ نحن صح، نحن بنتميز بموقع جغرافي عن جد مميز، بس للاسف منطقه كثير بعيده وصلى زمان متروكة من الدولة تنقول بكل صراحة. اليوم بيجي مؤسسة مثل كاريتاس هي بتوقف حدنا، ومشان هيك نحن باقيين وصامدين بهالأرض. برينو، المشاريع الجديدة شو هي والمشاريع الدائمة والثابتة شو هي هيك سريعا قبل ما نختم؟ يفيد هو واحد من هالمشاريع الجديدة اللي عم نطلقها والثابتة اللي هي عبارة عن مشاريع بتقدر هي تمول ذاتها، تعمل تمويل ذاتي تنقدر نحن من خلالها نقوم بعملنا الاجتماعي والإنساني ونساعد هالناس يلي بحاجة لنا اليوم. يفيد هو عبارة عن مثل ما شفته هو المطبخ يلي من خلال العالم فيها تاخد خدمات تشتري أكل، وبنفس الوقت ها بتكون عم تساعد الفقير يلي بيكون عم كمان عم بيقدر يجي يأكل بلاش عنا. حطينا بوستات اليوم على كل السوشيال ميديا، رقم يوفي صار عند الكل يقدروا يطلبوا دليفري كمان أطيب أكل وأنضف أكل، وكمان بيكونوا عم بيساعدوا. شو عنا جديد أو شو في هيك مثل حملات أو غيره؟ أكيد في نشاطات متعددة رح نكمل فيها إن شاء الله، مشاريع إنمائية جديدة لسنتجي بكل المناطق بالبلد خاصة مع البلديات، عنا مشروع بصور، عنا مشروع بالبقاع، كمان مشاريع انمائيه يلي من خلالها بنقدر نخلق فرص عمل للناس ونكون عم بنساعدهم. الاشخاص يلي يمكن اليوم ما يتبرعوا بس هن بيحبوا انه يكون عندهم مشاركه دائمه، في شيء بروجرام مشروع بيقدروا من خلاله يتبرعوا شهريا او يزوروكم شهريا او يكونوا عم بيقدموا اي مساعده لكم؟ اكيد من خلال مؤسسات كاريتاس الموجوده بيقدر شخص يتبرع ويساعد مؤسسات موجوده يلي عم نخدم فيها الناس، بس كمان نقدر نجتمع مع هالناس اذا عندهم فكره معينه او مشروع معين بحبوا ينفذوه بالمناطق، مستعدين نقعد معهم وندرس سوا هالمشروع ونخططه سوا وننفذه. بدي لكم يعطيكم الف الف عافيه وشكرا لهالمنتجات الرائعه. اهلا وسهلا فيكم برونو عطيه مدير قسم برامج العمليات بكاريتاس لبنان، الاستاذ ميشيل رحمي رئيس بلديه عينات الارز، ان شاء الله بيكون موسم موفق كمان عندكم هلا بالشتويه. شكرا لكم، بريك صغير وبنرجع، خليكم.